مرحبا أصدقائي الفلاحين في هذا الفيديو الجديد. كما وعدتكم سأشارك معكم لحظات طلي بناء سيقان الأشجار بخليط الجير وسلفات النحاس. يعني نحن الآن تقريبا في منتصف الربيع مع بداية الإزهار وتفتح الأوراق، رغم أن تفتح الأوراق والإزهار هذه السنة هو متأخر نوعا ما، لأن بسبب البرودة، درجات الحرارة الباردة درجات الحرارة المنخفضة في الفترة السابقة. لذلك مع نهاية موسم الأمطار، رغم أنه لا يوجد أمطار هذا الموسم للأسف، لكن إذا هكذا في نهاية نهاية موسم الأمطار هو موعد طلاء الأشجار وجذوع الأشجار بالتوتيا والجير لمن يريد. الآن سأريكم الطريقة. قد قمت، لمن لا يعرف كيفية إعداد خليط الجير والتوتيا يمكنه مشاهدة الفيديو السابق الذي أعددته خصيصا لهذا الشيء. الآن جلبت معي هذا الخليط، إذن ها هو الخليط كما ترون، وهنا تحتاج أيضا إلى فرشاة، يعني الفرشاة حجمها يكون حسب حجم قطر الأشجار، وأيضا لدلو صغير هكذا. طبعا القفازات شيء ضروري، يجب وضع القفازات للحماية، لأن هذا الخليط بالإضافة إلى الجير يوجد سلفات النحاس التي هي مادة سامة قاتلة. أول شيء نقوم برج الخليط هكذا من أجل أن يصبح لكي يصبح الخليط متجانس. يجب القيام بالرج بين الفينة والأخرى للمحافظة على تجانس الخليط هكذا. ثم نقوم بإفراغ القليل من الخليط. إذن ونبدأ. الآن سنبدأ بالطلي. فقط لمعلوماتكم، الطلي ينتهي عند بداية التفرع، يعني من أسفل الشجرة إلى بداية التفرع. كما يمكنك المرور بعض الشيء على التفرعات كما ستلاحظون في الطريقة الآن في الفيديو. سأحاول تقريب الكاميرا هكذا. نعم، ممتاز. طبعا الخليط يبدو الآن أزرق بسبب يعني سلفات النحاس، لكن بعد لحظات سيصبح لونه أبيض، يعني سيأخذ لون الجير.
في كل مرة تقوم بإطالات تحاول إغلاق الجيد ل يعني مختلف التشققات في جذع الشجرة. هكذا كما تلاحظون يبدو اللون الأزرق، لكن ما هي إلى لحظات وسيصبح اللون أبيض. سأعود إليكم عندما يصبح لونها أبيض. طبعا أصدقائي، طلاء الأشجار التي في عمرها 4 سنوات فما فوق هو مهم جدا وله عدة فوائد. فهو يقي جذع الشجرة من أشعة الشمس الحارقة، وأيضا يساعد على طرد الحشرات والطفيليات التي تتسلق جذع الشجرة نحو الأعلى. مثلا تشاهدون هنا هذه الشجرة، تلاحظون أن هذه الجهة هنا يعني الساق هو غير محمي من أشعة الشمس مثل باقي هيكل الشجرة الذي فيه أوراق وثمار وكل شيء. لذلك نقوم بطلي ساق الشجرة لحمايتها كما قلت من الحشرات التي تتسلق ساق الشجرة، وأيضا حمايتها من أشعة الشمس، وأيضا إعطاء يعني منظر جميل للشجرة، يعني تصبح الشجرة جميلة بهذا اللون الأبيض، خاصة إذا كنت تملك يعني العديد من الأشجار في الحديقة والمزرعة، ففي الأغلب سيكون المنظر جد جد جميل. لاحظ مثلا هنا عندي، لاحظ كما ترى شيء رائع. يعني كما قلت يجب عليك الطلاء إلى غاية بدء التفرعات هنا وفقط. طريقة جد سهلة وبسيطة، يمكنك القيام بها مرتين في الموسم، يعني مع بداية الربيع وأيضا في الصيف إذا كان هنالك نزول للأمطار في الربيع. ويعني هذا الخلطة وهذا الجير، هذه الطبقة التي نقوم بطلائها الآن ستزول مع مرور الوقت بعمل الأمطار و يعني والشمس وأيضا الرطوبة. لذلك يمكن إضافة طبقة أخرى في منتصف الصيف مثلا. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب لكي نحاول تقاسم كل المعلومات معكم فيما يهم ميدان الزراعة واليوميات الفلاحية. نأخذ هنا مثال آخر، هذه الشجرة كما قلت لا تنسى رج الخليط في كل مرة للمحافظة على تجانس الخليط.
كذا كما تلاحظون. أبيض. عدت إليكم بعد 3 دقائق أو 4 دقائق. تلاحظون أن الشجرة بدأ لونها يميل إلى البياض وستصبح بيضاء جدا بعد لحظات. قمت أيضا بطلي عدة أشجار في هذا الوقت الذي كنت أنتظر إظهار نتيجة لكم حول الشجرة الأولى. ها هي. طبعا لكي تأخذوا فكرة حول كيفية الطلي، يعني هنا أشكال مختلفة من الأشجار. لاحظوا هذه أشجار قمت بطليها البارحة، كم هي بيضاء وجميلة، انظروا. طبعا هذا كل شيء لفيديو اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وسأشارك معكم معلومات أخرى في الفيديوهات القادمة، فانتظرونا. شكرا.